مهندس وائل قدور خبير النقل البحري وعضو مجلس اداره هيئه القناه سابقا. باشمهندس وشك حلو كان علينا، وامبارح حضرتك انا اكدت لك امبارح باذن الله على الفجر السفينه هتكون عامل بالظبط، ويعني انا قلت مهندس وائل قال لنا كده، مهندس وائل قال لنا كده يعني الحقيقه. طيب قول لي بقى يعني كيف قرات اليوم، لان النهارده كان يوم مدربك بعد ما شوفي ستك احنا مرينا بظروف كتيره زي كده في قناه السويس. ما تنسيش ان قناه السويس فيها خبرات جامده جدا وتراكميه. لكن ان تتصوري قناه السويس في بعد حرب 73 كمية العوائق وكانت مقفولة، ازاي قدرنا ان احنا نطهرها وننفذ مشروع التطوير وكذا. مجموعة من رجال قناة السويس مجموعة عظيمة جدا، رجال عظماء كلهم بيتفانوا في خدمة مصر وحبهم لقناة السويس. فمهما كان الموقف صعب لازم يبقى عندك ثبات ولازم تاخدي قراراتك صح، وعندنا من الخبرات والإمكانيات ما تمكننا من تنفيذ هذا الكلام. وأنا كنت أتمنى أن تكون العملية كلها مصرية 100%، إنما هي القطرة الهولندي اللي جات ساعدت في هذا الموضوع. إنما الخطة أصلا اللي حطتها قناة السويس برجالها بخبرائها، وده يعني فخر لكل واحد مصري انه عنده كفاءات بهذا الشكل. باشمهندس دايما بنقول بعد كل ازمه هناك دروس مستفاده، ما هي الدروس المستفاده التي خرجنا بها من هذه الازمه؟ شوف شاتك في مجموعه دروس مستفاده خرجنا منها في هذه. اولا احنا القطرات اللي عندنا اكبر قطره 160 طن، ودي بنيناها في سنه 92 و93. النهارده مع الاحجام الكبيره محتاجين قطرات اكبر، يعني استعنا بقطره 285 طن قوه شد. في مثلا فرنسا عندها قطرات قوه شد فوق 400 طن. فاذا لازم تطوري نفسك لتلائم مع السفن الكبيره دي اللي انت بتعديها. الحاجه الثانيه ان سفن الحاويات من اخطر انواع السفن في الابحار، لان حجم الحاويات اللي هي شايلاها فوق السطح مع الرياح بتعمل سايد ويند بريشر جامد جدا، فعاوزه احترافيه للحفاظ على محور قناه السويس. لازم انا برضو لازم لما السرعه توصل لحد معين ما اسمحش بمرور لتامين السفينه نفسها ولتامين قناه السويس. الجو قصدك سرعه الجو الويند طبعا يعني لو وصلت السرعه في حدود مثلا فوق 25 ما اسمحش لامان السفينه وامان قناه السويس، واخد بال سيادتك؟ فدي كلها دروس. وبعدين احنا عندنا محاكي بنحط كل الكونديشن وبنهدد ايه الليمت اللي ممكن اشتغل عليه وايه لا او ايه كذا وايه كذا. وعندنا من الخبرات في قناة السويس من المرشدين والمهندسين وفرق الإنقاذ يعني على المستوى العالمي. التعويضات دلوقتي باشمهندس يعني ماذا نتوقع؟ احنا عندنا خسائر، ال 400 سفينة دول عندهم خسائر، ايه بقى؟ بصي سيادتك بالنسبة لقناة السويس جميع تكلفة تعويم السفينة والقطارات دي كلها الهيئة بتاخدها. أعمال التكريك اللي تمت الهيئة هتاخدها بالكامل، واحدة بس سيادتك. السفن اللي طوب التعويض هترجع على الشركة صاحبة السفينة واللي بيدفع شركات التأمين وأندية الحماية. فقناة السويس مش هتتحمل أي نوع من التعويضات دي. ممكن كمان الهيئة تستفيد، لأن زي ما سيادتك بتقولي إن في كم يوم خمس ايام ست ايام القناه كانت قافله، فده دخل ما جاش للهيئه. انما مش معنى ذلك انها خسرت، هو اتاجل لغايه لما تتفتح القناه للملاحه هيخش وانت هتاخدي هذا يعني. فباذن الله مفيش اضرار هتيجي على قناه السويس نهائي يعني. هل هذا الحادث اكد مكانه قناه السويس كشريان
تجاري او تجاري هام، ام انه قد يكون يعني بيطرح تساؤلات اذا كانت هناك مسارات بديله؟ شوفي سيادتك، قناه السويس هتظل امن طريق واسرع طريق واكثر امانا في عن الطرق البديله كلها. يعني تنسيش ان راس الرجاء الصالح اللي بياخد مسافة أكتر زي ما قلنا من 12 ل 14 يوم، في برضه قرصنة في القرن الأفريقي، كل دي الشركات بترفع التأمين للمراكب اللي بتعدي. إذا قناة السويس ما زالت وهتظل بإذن الله أأمن طريق. طريق رأس الرجاء الصالح، طريق القطب الشمالي اللي بيتكلموا عليه، سيادتك السنة اللي فاتت كل اللي عدى فيه 30 مليون طن، منهم 28.5 مليون غاز مسال من الابار، الغاز اللي هو محطه الاساله اللي في يميل في القطب الشمالي. الباقي 1.4 مليون، ايه اللي بيقف قناه السويس؟ 1100 مليون طن السنه اللي فاتت، 18,830 سفينه. قرن ايه بايه؟ اللي عبر القطب الشمالي السنه اللي فاتت 62 سفينه. فقناه السويس هتفضل طول عمرها ارخص وامن واسرع طريق للعبور بين اسيا واوروبا والساحل الشرقي لامريكا. هل نتوقع ان شركات التامين يعني ترفع كوست او ترفع بريميوم التامين على قناه السويس؟ الفريق اسامه ربيع نفى ده، بس توقعاتك ايه؟ ولا اصل ده حادثه بتحصل، هترفع ليه التامين؟ مفيش اي مخاطر غير طبيعيه، والطبيعه الرياح والكلام ده اوضاع كوارث، يعني لا يمكن يكون سبب عشان شركات التامين تزود هذا. انما مثلا في طريق راس الرجاء الصالح في القرن الافريقي في قرصنه وفي سفن بتتخطط وبتاع، فهي بتتحمل كتير، فعشان كده بتزود التامين على السفن اللي بتعبر في هذا الاتجاه. فما زالت اقصر وامن واضمن طريق واقل في الطريق في التكلفه لو قارنتيه بالطريق البديل الموجود حاليا اللي هو راس الرجاء الصالح. هل الوقت ده يعتبر وقت قياسي؟ يعني 6 ايام ده يعتبر وقت قياسي؟ وكنت قلقان نوصل للبلان سي اللي هو فكره التفريغ دي، كانت انا ما كنتش، يعني انا اتناقشت معاكي في البلان سي وقلت لك ده هياخد وقت كتير وعاوز امكانيات غير متوفره عندنا. فبالنسبة للوقت اللي خدته قناة السويس ده يعتبر وقت جيد جدا، كان ممكن نختصر يوم واخد بالسيادتك اللي هو ايه، احنا ابتدينا ننفذ البلان ده ثم لما وصلنا ل 17,000 متر زي الترميل وقفنا وحاولنا نشد وقلنا ممكن تطلع ونفضي وكذا، فبالتالي ما جابتش الاستجابه معانا، فاضطرينا ندخل الكراكه تاني ونكرك شلنا 27,000 متر، ثم تم الحمد لله تعليم المركب واخلاء القناه منها. فده الفرق الوحيد اللي كان ممكن لو كنا كملنا من الاول شلنا ال 27 كنت هكسب يوم. بشكرك، يعني اولا بشكرك ان انت يعني توقعت وكان توقعك سليما، وطبعا دي الخبره بقى باشمهندس وائل، يعني دي الخبره الكبيره، وبشكرك وبحييك، ويعني كل الناس اللي اشتغلت في قناه السويس لا ناس لها خبره ولها مكانه في قلوبنا جميعا. بشكرك مهندس وائل قدور، خبير النقل البحري وعضو مجلس اداره قناه السويس سابقا.